المرة الثانية غادي نجرب تقنية الميكرو بليدين لتجميل الحواجب، لأن عندي مشكلة خصوصا في الحاجب ديالي الأيسر لأنني تحت ملي كنت صغيرة. بالنسبة للبنات اللي كيسولوني ما أحسن تعطوا الحواجب الدائم أو الميكرو بليدين، فأنا كنصحكم بالميكرو بليدين لأنه هو سطحي وكيبقى لمدة 8 أشهر على الأكثر. بالنسبه لواحد النصائح اللي نعطيكم للناس مين تبغيو تمشيو ديروا الميكرو بليدين، ما تقادوش الحجبان ديالكم باش تتعاونوا الاستيتيسيان انها تلقى لكم اون فورم لي زوينه وغليظه للحجبان ديالكم. وايضا كنصحكم عدم حقن البوتوكس قبل اسابيع. هنايا دارت لي المخدر هذيك لا كريم انستيزيونت اللي كيديروها قبل ما تبدا كتخدم بهذيك الابره. كنصحكم انا كنت تمشيو عند شي استيتيسيان اللي كتحترم لي ريغل ديجين، لان هذاك الماتيريال خاصو يكون اوزاج اونيك، ما خاصهاش تعاود تستعملو لاون اوتر كليونت. صافي هنايا ملي كتسالي لك الميكرو بليدين، طبعا هنايا كدير لك واحد الصبغه وصافي كتخليها لك 15 دقيقة. صراحة النتيجة رائعة جدا، هاد المرة عجبني الحال لأن حتى الصبغة اللي استعملت ليا واحد المارون اللي فريمون كلير بزاف بريسك ناتوريل. هنا ما غاديش يبان لكم فرق كبير لان انا حاولت انها دير لي شي حاجة اللي فريمون هاد النتيجة اللي كتشوفوا دابا راه شهر من بعد، يعني راه ماشي النتيجة ما كتبانش دغيا دغيا.